أعلنت بريطانيا أخيراً عن تأجيل موعد ترحيل المهاجرين إلى رواندا إلى ما بعد الانتخابات العامة المقررة إجراؤها في الرابع من تموز المقبل، ما يشير إلى إمكانية فشل الخطة في حال خسارة عرابها رئيس الوزراء الحالي ريشي سوناك في سباق الانتخاب وتسلم أي من الأحزاب الأخرى دفة القيادة. جدولة جديدة لموعد أولى طائرات ترحيل المهاجرين من المملكة المتحدة إلى رواندا، تطور يشي بفشل الخطة التي سعى إليها رئيس الوزراء ريشي سوناك منذ تسلمه دفة القيادة البريطانية قبل نحو عامين، إذ إنها باتت اليوم مرتبطة بشكل مباشر بمخرجات الانتخابات المقبلة. في حوار مع شبكة بي بي سي، أعلن سوناك عن تأجيل ترحيل المهاجرين إلى رواندا إلى ما بعد الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في الرابع من تموز المقبل، ما يعني أن تنفيذ الخطة مرتبط بقدرة سوناك على الصمود على كرسيه لدورة أخرى، خاصة بعد أن أعلن حزب العمال عن نيته إيقاف الخطة المضطربة في حال فوزه بالانتخابات، وأنه سيستخدم الميزانية المخصصة لخطة رواندا لتأسيس قوة حدودية لوقف تدفق المهاجرين إلى بريطانيا، وهي نية اعتبرها سوناك صك عفو عن المهاجرين غير الشرعيين الجدد الذين لا يملكون وسيلة لتقديم طلب لجوء. كثيرة هي المحطات التي مرت بها خطة رواندا منذ الحديث عنها لأول مرة في 2022، ما بين معارك في أروقة المحاكم وشد وجذب بين مؤيدين ومعارضين، وصولا إلى الحديث عن إلغائها في قابل الأيام إذا ما فشلت الحكومة الحالية في الصمود، وخلف ذلك كله آلاف من المهاجرين يترقبون نتائج صندوق سيحدد مستقبلهم وقابل أيامهم. ينضم لنا مصطفى جمعة، صحفي سوري من كارديف في المملكة المتحدة عبر سكايب. أهلا بك سيد جمعة. إذن بريطانيا تؤجل بشكل يبدو متكرر مسألة ذهاب أول طائرة من المهاجرين أو طائرات المهاجرين إلى رواندا، ما أبرز الملاحظات لديك بهذا الخصوص؟ نعم، تحية طيبة لك وللسادة المشاهدين. في البداية يجب أن نعلم أن المملكة المتحدة، حكومة المملكة المتحدة الحالية، تواجه طعونات قانونية كبيرة من قبل المنظمات المناصرة للاجئين في المملكة المتحدة، لا سيما مجلس اللاجئين البريطاني وأيضا ريفيوجي أكشن. هذه الطعونات أفضت إلى إخلاء سبيل أكثر من 3000 طالب لجوء تم احتجازهم، ربما طالب لجوء الذين تعرضت ملفاتهم للرفض عبر السنين الماضية، تم إخلاء سبيلهم بكفالة كما هو معروف هنا بالنسبة لطالبي اللجوء في المملكة المتحدة. وهذا ما قام ب يعني هذه أحد الأسباب التي جعلت حكومة المملكة المتحدة أن تحاول اجتياز انتخابات في الدرجة الأولى، ربما لسن قانون جديد يمنع الطعونات وربما يصعب عملية الطعونات القانونية التي تقوم بها المنظمات لإخلاء سبيل طالبي اللجوء. لكن في الوقت الحالي كما ذكر التقرير وكما ذكرت حضرتك، المملكة المتحدة أو ربما ريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني أعلن أن هنالك لن تكون هناك أي رحلات باتجاه رواندا قبل إجراء الانتخابات العامة المزمع عقدها في الرابع من شهر تموز المقبل. إلى هذه اللحظة هنالك عدة تجاذبات بين الأطراف السياسية، لربما ستارمر المرشح الرئاسي الأبرز عن حزب العمال وأيضا ريشي سوناك وأيضا محامو وزارة الداخلية الذين يقومون بتقديم التقارير للمحكمة العليا وإلى كل الأطراف التي تحاول ربما إعادة النظر في طلبات اللجوء التي قالت المحكمة العليا يجب أن ينظر بها بكل حالة على حدة. إلى حد هذه اللحظة الأخبار تتكلم أيضا عن المزيد من إفراجات عن طالبي اللجوء، وكما قلت لك سيدي هذه ربما أحد الأسباب التي دفعت ريشي سوناك إلى التمهل قليلا وضمان الانتخابات وسن قانون على المدى الطويل كما سن قانون رواندا عبر 3 رؤساء وزراء تعاقبوا لحزب المحافظين بدءا من بيتي باتل إلى سويلب بافرمان وليس انتهاء في ريشي سوناك رئيس الوزراء الحالي. بحسب متابعتك، ما هو العامل الأساسي الذي يدفع ريشي سوناك للتوقف عن قانون دعا إليه ويعني ذهب به إلى الأخير إلى قرب التطبيق ولكنه توقف في تطبيقه؟ نعم،
بالبداية لابد أن ندرك بأن عملية تمرير القرار مرت بمراحل صعبة جدا، ابتداء من معارضة مجلس اللوردات إلى مجلس العموم وأيضا إلى المحكمة العليا والمحكمة الأوروبية. كل هذه الأسباب جعلت ريشي سوناك أو جعلت حكومة المحافظين عبر هذه المرحلة أن تتنازل عن بعض النقاط القانونية التي أفسحت المجال أمام منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان وعن اللاجئين لاستغلالها عبر مؤسساتها الحقوقية لتقوم بعمليات الطعن. يجب أن نذكر أيضا بأن القرار الأول الذي تم تقديمه إلى البرلمان البريطاني كان يدحض أو ربما يمنع أي عملية طعون قانونية تتجاوز 48 ساعة بعد عملية الاحتجاز بطالب اللجوء، لكن عبر هذه المرحلة كما قلت لك الرفوضات التي تعرض لها القرار وربما المواجهات القانونية أسفرت عن وجود بعض الثغرات التي قامت بها والتي تستغلها منظمات الدفاع عن اللاجئين وعن طالبي اللجوء في المملكة المتحدة. هذا واحد. أيضا بالإضافة إلى أن ريشي سوناك يعلم بأن هذه الخطة لم يتم إحكامها كما ينظر إليها المحافظين وكما ينظر المحافظون أيضا إلى المستقبل البعيد لمستقبل الهجرة في المملكة المتحدة، بدءا برفع رسوم التأمين الصحي الوطني للطلاب وللعمال من الخارج، وليس انتهاء برفع الحد الأدنى للأجور للطلاب والمهاجرين المتواجدين بالأساس في المملكة المتحدة لاستقدام عائلاتهم وأسرهم ولنقل الرعاية الذين مسؤولون عنهم بشكل مباشر. كل هذه الأسباب تجعل من هذه العملية ربما معقدة لأن هنالك العديد من الأطروحات القانونية التي تقوم بها منظمات دفاع اللاجئين وأيضا الهيئات الإنسانية الأخرى للتصدي لهذا القرار الذي يتفق عليه الجميع باستثناء المحافظين بأنه قاسي وليس إنسانيا وربما لا يمت إلى أخلاق المملكة المتحدة كما يقول النشطاء تجاه اللاجئين والهاربين من الويلات ومن الحروب. إلى أي مدى ترى أن هذا الملف سيكون ملف يشهد شدا وجذبا خلال الانتخابات يعني المرتقبة؟ كما يعلم الجميع بأن ستارمر المرشح الرئيسي عن حزب العمال أعلن بأنه من اليوم الأول سوف يقوم بإلغاء خطة رواندا، وكما وعد البريطانيين بأن يتم تقديم أطروحة أخرى للتصدي للهجرة غير الشرعية وأيضا لمرتكبي الجرائم في البلاد. لكن هذه عمليات الشد والجذب لا يمكن لأحد التنبؤ بها، ربما علينا أن نتريث قليلا ريثما نعرف مجرى الانتخابات إلى أي جهتين سوف يميل ومن هنالك يمكن الحكم، ولكن بالوقت الحالي يبدو أنه الملف الأكثر سخونة في الانتخابات الرئاسية إلى جانب الكثير من التعقيدات بما يخص خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والكثير من الاتفاقيات الأخرى المبرمة على الصعيد الاقتصادي والتي أثرت بشكل كبير على مستويات التضخم في المملكة المتحدة. الناخبون اليوم ينظرون إلى مسألة الهجرة بشكل جدا حقيقي وبجد وبشكل مسؤول، يعلمون أن مصلحة البلاد ربما لا تتعلق بشخص ريشي سوناك أو ربما بشخص ستارمر بقدر ما تتعلق بالنجاح الذي سيقدمه كل منهما إذا ما فاز في الانتخابات الرئاسية. هل موقف حزب العمال يعني مختلف أو معاكس لموقف المحافظين فيما يتعلق ب يعني سواء رواندا كفكرة أو فيما يتعلق بطريقة التعامل مع المهاجرين واللاجئين بشكل عام؟ نعم، إذا ما نظرنا إلى وجهة النظر التي يتبناها حزب العمال تقول بأن ذلك سيكلف دافعي الضرائب الملايين دون جدوى حقيقية على أرض الواقع، وما يعني أنهم هم بشكل قطعي ضد خطة الترحيل إلى رواندا، لكن بالمقابل يقولون أن لديهم خطة أخرى قد تصعب أو ربما قد تجهض أحلام الكثير من طالبي اللجوء الذين يعبرون القناة الإنجليزية باتجاه المملكة المتحدة. لكن إذا ما نظرنا للتصادم، نعم هنالك تصادم حقيقي بشأن الرؤية المستقبلية لمستقبل الهجرة في المملكة المتحدة واستخدام العمالة وكما قلت لك استخدام رعاية العملاء العمال والطلاب في المملكة المتحدة. هنالك اختلاف كبير بما يخص ملف الهجرة، وهنالك أيضا اختلاف كبير بما يخص موضوع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي أثر بشكل كبير على مستويات العمالة وعلى أيضا الأجور في المملكة المتحدة. إذا ما نظرت إلى الواقع الاقتصادي الذي أسفرت عنه عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي، هي مسألة كبيرة جدا تتعلق بالهجرة وليس آخرها اللاجئون، هي أيضا تتعلق بالكثير من القضايا التي ينظر إليها على أنها ساخنة وربما تؤثر على جيوب دافعي الضرائب كما يقول البريطانيون، هي أكثر ضررا على جيوبهم من طالبي اللجوء الذين لا يتعدون 40,000 سنويا، وهو رقم ليس كبير إذا ما أردت مقارنته بأرقام أخرى التي تستقبلها مثلا ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي بشكل رئيسي.
تفضل بالبقاء معنا سيد مصطفى. في حين ترفض العديد من الأصوات السياسية والحقوقية البريطانية والدولية خطة رواندا، تراها أو يراها البعض بأنها فرصة استثمارية للدولة الإفريقية والقادمين إليها من المهاجرين. نتابع هذا العرض ثم نعود للنقاش. ينضم لنا سيد نهاد إسماعيل خبير اقتصادي من لندن عبر سكايب. أرحب بك سيد نهاد. على المستوى الاقتصادي، إلى أي مدى تمثل فكرة نقل المهاجرين أو اللاجئين من بريطانيا إلى رواندا فرصة سواء للبلد المستضيف أو بالنسبة لمن سيتم نقلهم إليها؟ في الواقع، شكرا على الاستضافة، تحياتي لك وللمشاهدين الكرام ولضيفك الكريم الأستاذ مصطفى. في الواقع أن بريطانيا سوف لا تستفيد من تهجير 300 شخص إلى رواندا. هذا العدد ضئيل جدا، ولكنه مكلف، حيث سيكلف الخزينة البريطانية حوالي 541 مليون استرليني تدفع خلال الخمس سنوات المقبلة. تم دفع 220 مليون 2022 مليون استرليني لراوندا، وهي عملية مكلفة. وحسب التحاليل وحسب المقارنات والدراسات ستكلف 1,800,000 استرليني، أي تقريبا 2 مليون يورو لكل شخص من 300 الذين سيتم تهجير تسفيرهم إلى رواندا. لكن كيف ذلك؟ نعم، كيف ذلك؟ يعني كيف سيكلف نقل شخص إلى رواندا 2 مليون يورو؟ حسب الاتفاق الشراكة في هذا الموضوع بين رواندا وبريطانيا، وافقت حكومة ريشي سوناك على تأمين مبلغ 490 مليون استرليني، أي 550 مليون يورو، 6 ملايين، وبالإضافة إلى ذلك 6 ملايين تصرف للأفراد، لكل شخص مبلغ، قسم 6 ملايين على 300 شخص، ثم 45 مليون نفقات تشغيلية، معالجة طلباتهم، كذلك إيوائهم والغذاء. لذلك 541 مليون، إذا تم تقسيم ذلك على 300، التكلفة تكون 1,800,000 استرليني، هذا خلال الخمس سنوات المقبلة. والدراسات تشير أيضا أن كل مهاجر تم تسفيره إلى رواندا سيكلف الخزينة البريطانية 150,000 استرليني لخمس سنوات، لأنك عندما يصلون إلى هناك لهم بحاجة إلى سكن، بحاجة إلى ماء وكهرباء وغذاء ورعاية صحية، وإذا لديهم أطفال لمدارس
وكل هذه خدمات لها تكلفة، ورواندا لا تستطيع تمويل معالجة هذا الموضوع من خزينتها. لذلك بريطانيا وافقت على دفع ذلك بشرط أن يربح ريشي سوناك وحزب المحافظين الانتخابات بعد شهر من الآن. إذا لم يربحوا الانتخابات فيعتبر مشروع راوندا ليس فقط فاشلا بل ميتا قبل أن يصل إلى راوندا، لأن حزب العمال الذي يعتقد أنه سيربح الانتخابات حسب استطلاعات الرأي فهو متقدم 27 نقطة على حزب المحافظين، سوف لا يواصل سياسة راوندا ولديه طرق أخرى لمعالجة الموضوع. من الطرق الأخرى هي التفاوض مع دول الاتحاد الأوروبي، مساعدة الدول التي يأتي منها المهاجرين، ووضع برامج. كم ستكلف أخرى كل هذه البرامج؟ يعني سواء أو من بداية أو قبل ذلك، حتى قبل ذلك كم يكلف؟ 51 ألف لاجئ غير شرعي من الذين دخلوا بريطانيا عن طريق طرق غير شرعية، منها القنال الإنجليزي أو المانش بين فرنسا وبريطانيا. هؤلاء 51 ألف موجودين في فنادق في بريطانيا، يكلفون الحكومة البريطانية أو دافع الضرائب 8 مليون استرليني يوميا وليس شهريا، يوميا. إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء لمعالجة هذا الموضوع، التكلفة ستكون بحلول 2026 11 مليار استرليني، أي 13 مليار يورو. نتكلم عن أرقام هائلة. الآن يوجد 100 ألف مهاجر غير شرعي ينتظرون القرار بخصوص طلباتهم للجوء. بريطانيا تاريخيا بلد له تاريخ عريق في استقبال المهاجرين، استقبلوا 144 ألف من هونغ كونغ بعد أن استرجعتها الصين من بريطانيا، استقبلوا 174 ألف من أوكرانيا لأسباب جيوسياسية وإنسانية، وكذلك استقبلوا على مدى السنوات الماضية ربما ملايين من المهاجرين. وفي ومن شرق افريقيا وهناك من يقول ان لها بالتحديد تاريخ استعماري ايضا. تفضل بالبقاء معي سيد نهاد، دعني اعود الى سيد مصطفى فيما يتعلق بنقطة رواندا. الى اي مدى هي آمنة لاستقبال اللاجئين؟ نعم، في البداية هذا ما أشارت إليه أيضا وسائل الإعلام البريطانية، بأن هنالك طالبي لجوء من رواندا تقدموا بطلبات للحصول على الحماية الإنسانية أو شكل آخر من أشكال الحماية الإنسانية في المملكة المتحدة، كيف سيتم معالجة طلباتهم. وهذا بحد ذاته جواب على هل رواندا أمنة لطالبي اللجوء، طالما هنالك أرقام ليست بقليلة. ذكرت أيضا بعض المصادر أن أكثر من 27 طالب لجوء تقدموا العام الماضي من الجنسية الرواندية، قدموا معظمهم بطريقة غير شرعية إلى المملكة المتحدة. لذلك يقول الحقوقيون أن رواندا دولة ناشئة ودولة ربما تنشأ الآن وتقوم بإعداد نفسها لتكون بين الدول التي تفي بمعايير حقوق الإنسان، لكن من المبكر أن تقوم بربما إيداع طالب اللجوء هناك أو إعطائهم فرصة أخرى للانطلاق في دولة لا تزال لديها بعض لنقل التبعات التي تعرضت لها عبر السنوات الماضية من الحروب والمجازر وأيضا المجاعات، وكذلك الاختلافات السياسية وطرق معالجتها بما يخص الحكومة الحالية أو ربما الأجهزة الأمنية هناك التي تقوم بالسيطرة على الحكومة الرواندية. بشكل عام كل من إذا أردت أن تنظر فقط إلى تاريخ رواندا قبل 20 عام من الآن ستقول أنها بكل الأحوال ليست معيارا واحدا لاستقبال طالبي اللجوء هناك، وهذا ما يمكن أن يجعل خطة ريشي سوناك في خطر، أو ربما أن يضع طالبي اللجوء وطالبي الحماية الإنسانية الذين ربما قطعوا آلاف الكيلومترات للوصول إلى البر الرئيسي البريطاني لطلب الحماية الإنسانية أو شكل آخر من أشكال اللجوء، ليواجهوا بهذا القرار الذي تقول عنه المنظمات الإنسانية والحقوقية بأنه قرار قاسي وقرار غير إنساني وقرار ربما كما يقولون غير موضوعي في حق هؤلاء. تفضل بالبقاء معي سيد مصطفى. أعود إليك سيد نهاد فيما يتعلق
الجانب الاقتصادي يعني وإن كانت مسألة المهاجرين قد يرى البعض أنها ليست مسألة اقتصادية لا يمكن أن ترى بهذا الجانب، لكن هل هذا الأمر ما هي انعكاساته بالنسبة لرواندا وأيضا بالنسبة للمهاجرين باعتبار رواندا كبلد سيعيشون فيه إن استمر هذا المشروع؟ نعم، المسألة معقدة جدا، لكن دعنا نبسطها بالقول أن الهدف من إرسال بعض الطائرات تحمل مسافرين غير شرعيين لراوندا عدة مئات 300 مبدئيا هي لردع المهاجرين الآخرين الذين يفكرون في القدوم إلى بريطانيا، سيخافون أنهم سيواجهوا نفس المصير ويتم تسفيرهم. الهدف هو فقط لتخويف المهاجرين، لكن يبدو أنهم لا يعبهون، حتى أن أمس يوم أمس وصل قارب يحمل 63 مهاجر غير شرعي. لذلك ستستمر أثناء حملة الترويج للبريكزيت، الخروج من الاتحاد الأوروبي، من أهم العناصر التي استعملت لإقناع الشعب البريطاني بالخروج من الاتحاد الأوروبي هي أن بريطانيا ستسيطر على الحدود وستمنع الهجرة الغير شرعية إلى آخره. هذا فشلا ذريعا، لأن الأرقام تثبت هذه سياسة فاشلة كليا. اقتصاديا راوندا قد تستفيد ربما لمدة 5 سنوات إذا تم تنفيذ المشروع، ستستفيد طبعا رسوم إضافية، ربما تحسن العلاقات مع بريطانيا ويكون هناك مشاريع تجارية وغيرها لتنمية الاقتصاد، لأن المبلغ الذي ذكر 541 مليون استرليني، تقول الصحف البريطانية مثل الغارديان أن جزء من هذا المبلغ هو للتنمية الاقتصادية في راوندا، فهناك فائدة لكنها قصيرة الأمد. الفائدة لبريطانيا أنها ستعتقد بريطانيا أنها ستقلل الهجرة، لكن الهجرة إلى بريطانيا ستستمر. دعنا نقول أن العنصر المهاجر يلعب دور حاسم في بريطانيا اقتصاديا. القطاع الخدمات الصحية في بريطانيا قطاع مهم جدا، يوظف 1.5 مليون موظف عامل، 1.5 مليون، 265,000 منهم ينتموا إلى 200 جنسية مختلفة، كلهم مهاجرين ويعملون وكذلك قطاع النقل، نظام المترو في لندن ونظام النقل والحافلات وغيرها يعتمد على المهاجرين، وكذلك قطاع الضيافة، الفنادق والمطاعم والمقاهي وغيرها تعتمد أيضا على المهاجرين. منذ الخروج من الاتحاد الأوروبي فقدت بريطانيا على الأقل هل هناك مليون عامل مقومات في رواندا يمكن أن تستفيد بها من المهاجرين وبالمقابل أن يستفيدوا منها هم؟ تعتمد كيف تتصرف راوندا معهم، هل سيكون لهم وظائف؟ هل ستساهم بريطانيا في خلق مشاريع لوظائف؟ نحن نتحدث الآن مبدئيا عن 300 شخص ولا نتحدث عن 100,000، لأن 100,000 ينتظرون البث في طلباتهم، لا نحن نتكلم عن مئات الألوف من المهاجرين. دعني أذكر أن دخل بريطانيا الهجرة الصافية عام 2023 672,000، أي دخل بريطانيا 1.2 مليون خرج منها 508,000، لأن هناك هجرة للخروج من بريطانيا يذهبون إلى كندا، الولايات المتحدة، إلى أستراليا، إلى نيوزيلندا، خاصة الجنس البريطاني الأبيض يذهبون للخارج، ولكن 1.2 مليون وصلوا. لذلك الهجرة هناك يجب أن نأخذ عنها الاعتبار أيضا أن هناك يصل بريطانيا 379 ألف فيزا أصدرت للطلبة، 420,000 ذون عمل، يعني بريطانيا بحاجة
للهجرة، بحاجة للعمالة، ولكن تكون بطريقة منظمة لاختيار من لديهم مهارات واستعدادات في العمل في القطاع الصحي الاجتماعي الصناعي وهكذا. ولكن هناك مهاجرين اقتصاديين ليس للعمل، بل يسمع يعرفون أن بريطانيا دولة إنسانية توفر المساكن، توفر تعليم، وهو ما يجعلهم راغبين بالانتقال لها والعمل بها، شكر والعيش بها. شكرا لك سيد نهاد إسماعيل. نعم. خبير اقتصادي كنت معنا من لندن عبر سكايب، وكذا سيد مصطفى جمعة صحفي سوري كنت معنا من كارديف بالمملكة المتحدة عبر سكايب.